القاهرة والناس، أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. إليكم أبرز عناوينها. التنظيم الدولي والقاعدة يبحثان زعزعة استقرار مصر عن طريق السودان. الأمن يحبط محاولة إخوانية لتفجير كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر. ضبط 15 خلية إرهابية جديدة ومعامل لتصنيع المتفجرات في الدقهلية. وإليكم تفاصيل النشرة. مخطط الإخوان لإشاعة الفوضى في مصر مستمر، حيث قال مصدر أمني للبوابة نيوز أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات جماعة الإخوان بالتنسيق مع تنظيمها الدولي وتنظيم القاعدة لتشكيل كتائب ومجموعات مسلحة في السودان قرب الحدود مع مصر، والأمر نفسه يتم في قطاع غزة لتكون بديلا عن الجيش المصري الحر الذي يتم إعداده في الأراضي الليبية بعد نجاح المخابرات المصرية في رصد تفاصيل تشكيله ورموزه. أوضح المصدر أنه وفقا لتحريات الأجهزة الأمنية، فإن التنظيم الدولي للإخوان عقد اجتماعا السبت الماضي في إحدى المدن التركية لمناقشة الأوضاع في مصر والمطلوب تنفيذه من الإخوان بتعاون مع تنظيم القاعدة خلال الفترة المقبلة وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. محاولة إرهابية فاشلة لإفساد فرحة المصريين، حيث أبطل فريق من إدارة المفرقعات التابعة لمديرية أمن جيزة مفعول قنبلة أثر عليها بجوار كنيسة العذراء في الحي العاشر بمنطقة ثاني مدينة 6 أكتوبر قبل تفجيرها باستخدام هاتف محمول. إلى ذلك تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين في الحادث، حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحري للقبض على المتهمين، فيما اعتبر مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الحادث محاولة فاشلة لإفساد فرحة المصريين بأعياد الربيع. الأمن يواصل تفكيك خلايا الإرهاب، حيث كشف اللواء حسن عبد الحي مدير أمن الدقهلية عن عدد من الضربات الأمنية الاستباقية التي تم توجيهها للبؤر الإرهابية بالمحافظة، مؤكدا أنه تم إلقاء القبض على أعضاء 15 خلية إرهابية كانت تخطط لترويع المواطنين لإسقاط هيبة الدولة وتكدير الأمن العام. وأشار عبد الحي إلى أنه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة الآلية والذخيرة ومدافع RPG وقنابل صنعت محليا من قبل العناصر الإرهابية، ومادة TNT شديدة الانفجار، بالإضافة إلى تلسكوبات تستخدم في عملية القنص، فضلا عن ضبط العديد من معامل تصنيع المتفجرات حيث وجد بداخلها كم هائل من مواد تصنيع العبوات النزيفة. قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاتحاد الأفريقي لم يحسم موقفه بعد من مراقبة الانتخابات المصرية، معتبرا أن ما صدر عن رئيس مجلس السلم والأمن بول باولا كلام مرسل ولم يؤخذ به. وكانت مصر قد وجهت الدعوة إلى الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية خلال زيارة وفد لجنة الحكماء برئاسة رئيس مالي الأسبق ألف عمر كوناري للقاهرة، والذي أبدى ارتياحا غير مسبوق عن المرتين السابقتين لما لمسه الوفد من تطورات خاصة بإقرار الدستور والاستعداد للانتخابات الرئاسية، بجانب أن اللجنة تمكنت من التقاء ممثلين ومتعاونين مع جماعة الإخوان ممن ينعتون أنفسهم بتحالف دعم الشرعية. انتهاء أزمة الكهرباء قريبا، حيث قال الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء أن الاستثمار في الشبكة الذكية الكهربائية وما تشمله من عدادات ذكية سيكون من أفضل الخيارات لتحقيق استدامة الطاقة وأمنها، مشيرا إلى أن العدادات الجديدة يمكنها التنبؤ بزيادة الأحمال ومنع أو تقليل احتمالية انقطاع التيار وسمح للمستهلك بحرية التصرف في استخدام المتاح من الكهرباء بنفسه. قال عمران أن وزارة الكهرباء يجب أن تعمل خلال عامين على تركيب حوالي 3 ملايين عداد كهرباء ذكي كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن هذا النظام سيعمل على توزيع نسبة العجز في الكهرباء على جميع العدادات دون اللجوء إلى قطع التيار. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.